السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا جماعة؟ أنا أحمد شيتو، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة معانا برنامج جميل اسمه نوفيديا برودكاست. البرنامج ده موجه لفئتين يا جماعة، أول فئة منهم هم الناس اللي ستريمر أو الناس اللي بيطلعوا يعملوا ستريم يعني، أو الناس اللي يوتيوبرية زي حالتنا كده. طب إيه يا عم أحمد برنامج نوفيديا برودكاست ده، وبيعمل إيه ونظامه وإيه فكرته أصلا؟ هنعرف طبعا، بس بعد حاجتين. أول حاجة لازم تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. الحاجه التانية بقى، المخرج عمال يزني في وداني يزني في وداني، هيموت وينزل بالانترو، فهنريحه وننزل بالانترو ونرجع لبعض تاني. تمام كده، معلش بس يا جماعه كنت بجيب كوبايه القهوه يعني. طيب احنا كنا بنتكلم يا جماعه، بنقول عن برنامج نيفيديا برودكاست. البرنامج ده يا جماعه هو عباره عن برنامج نيفيديا اطلقته او اعلنت عنه اول مره طبعا في مؤتمر نيفيديا اللي فات، اخر مؤتمر اللي اعلنت فيه عن كروت الشاشه اللي هي فئه ال 3070 3080 3090. البرنامج ده يا جماعه بجد هو اعجاز، هو اختراع يعني، هو حاجه جميله جدا. اسال اي حد ستريمر او اي حد بيستخدم اليوتيوب او بيعمل محتوى على اليوتيوب واستخدم البرنامج ده، هيقول لك ان البرنامج ده اعجاز. طيب عشان ما نغش كتير، نخش على طول نشوف واجهه البرنامج ونشوف البرنامج ده بيعمل ايه اساسا وايه لازمته وايه فايدته. بص يا جماعه، البرنامج انت اول ما هتفتحه كده تمام، هي يعني مقسمه لك لثلاث حاجات، في ميكروفون وفي سبيكر وفي كاميرا. هناخد واحده واحده دلوقتي وهنفهم كل حاجه بتعمل ايه. طيب اول حاجه يا جماعه، الميكروفون ده اللي هو هنا. انا دلوقتي مثلا لو انا طالع بعمل ستريم مثلا وبكلم صحابي سي لعبه ببجي مثلا، وبكلم التيم بتاعي سواء على الديسكورد او مثلا في الجيم ذات نفسه، بنتكلم مع بعض تمام كده. فهو هنا انا مثلا وانا بتكلم انا عمال اخبط على الكيبورد وتكتك على الكيبورد، وفي مثلا جنبي صوت تكييف شغال مثلا، وفي مروحه وفي مش عارف ايه، وحد بيخبط جنبي، واحد ماشي في شبه يا بتاع الخزينه بصل حاجات دي كلها يعني تمام. فطبعا الناس اللي معايا انا مش عايزهم يسمعوا الكلام ده كله. فهو هنا بيجي ميزه الحاجه دي، الميكروفون. بص يا جماعه انا هفهمكم دلوقتي، في هنا الاوبشن اللي هو بالاخضر ده، انا لو قفلته كده تمام، وهنعمل مثلا تيست دلوقتي في الوضع الطبيعي، وهنعمل بعد كده اختبار تاني لما نفعل الخاصيه بتاعت النويز ريموفال اللي هو اللي بيشيل الضوضاء. بص احنا مثلا هنعمل ريكورد دلوقتي، هنعمل ريكورد دوت، وهنقول ايه، هنقول مثلا دلوقتي انا اهو بجرب ان انا مثلا اسجل صوت تمام، وبعمل مثلا بايدي الحركه دي كده تمام كده، ونعمل استوب، نيجي نسمع، نعمل ريكورد دوت، وهنقول ايه، هنقول مثلا دلوقتي انا اهو بجرب ان انا مثلا اسجل صوت تمام، وبعمل مثلا بايدي الحركه دي كده. طيب زي ما احنا شايفين يا جماعه، الصوت العادي خالص واللي هي طرقعت الايد دي طلعت والكلام ده كله. طيب احنا هنعيد نفس التجربه، بس احنا هنفعل هنا حاجه اسمها نويز ريموفال دي تمام. احنا هنفعل الخاصيه دي كده، دي المفروض وظيفتها انها بتشيل اي نويز خالص من جنبي، وطبعا ليها هنا ايه يعني مستويات، دي اقوى حاجه انها تشيل اقوى حاجه في النويز، ودي اقل حاجه الوسط والكلام ده كله تمام. فاحنا هنجرب نعمل تاني، بس احنا خلاص بعد ما فعلنا الخاصيه دي هنعمل ريكورد اهوت. احنا دلوقتي هو بنعمل ريكورد وبنجرب، وهنعمل نفس الحركه بتاعت السابع ونشوفها هتطلع ولا مش تطلع تمام كده. نعمل ستوب ونشغل بقى ريكورد اهوت. احنا دلوقتي هو بنعمل ريكورد وبنجرب، وهنعمل نفس الحركه بتاعت السابع ونشوفها هتطلع ولا مش تطلع تمام كده. نعمل ستوب. زي ما احنا واخدين بالنا يا جماعه، الصوت يعني سحر، ولا اكني كنت بعمل كده خالص يعني، الميكروفون قدامي بالظبط ومفروض انه لقيت الكلام ده كله، فهو سحر تمام. في هنا كان البرنامج كان جاله ابديت، في هنا في كلمه اد افكت ديت، انت ممكن هنا تضيف حاجه اسمها روم ايكو ريموفال. دي برضو دي عباره عن ايه، دي لو مثلا لو انت بتتكلم من مكان يعني عزنا عزكم الله مثلا زي الحمام او كده، طبعا ما اقصدش انك هتخش تتكلم في الحمام يعني، انا فاهم يعني، بس اقصد لو انت في مكان مقفول وبيعمل صدى صوت تمام، فالخاصيه دي برضك انت طبعا مش عايز اللي بيتكلمهم يسمعوا صدى الصوت بتاعك ده، فانت لما هتفعلها هيشيل هو الصدى الصوت ده، فاللي هيكون بيكلمك مش هيسمع الصوت ده خالص، ولا يحس ان انت في مكان مغلق زي المكان ده كده تمام كده. فدي بالنسبه للميكروفون. طب بالنسبه للسبيكر، بالنسبه للسبيكر دي يا جماعه، لو انت بقى اللي بتكلمه الشخص اللي انت بتكلمه ده، لو هو اللي عنده الضوضاء، لو هو اللي عنده النويز، لو هو اللي عنده الراجل بتاع خزينه بصر تمام، لو هو اللي عنده التكييف، عنده الكلام ده كله، فاحنا برضك هنجرب مثلا نسمع هنا وهو عنده ضوضاء انا هسمعها ازاي، ولما افعل خاصيه ان انا اشيل الضوضاء من عند اللي بكلمه هتبقى الصوت عامل ازاي. فكده والخاصيه مش شغاله لسه، هنجرب دلوقتي. Hi there.
This is a test message with air conditioning. زي ما احنا سمعنا يا جماعه صوت الاير كونديشن عالي جدا. تمام كده؟ طب انا هوقف وهفعل الخاصيه بتاعت نويز ريموفال دي ان انا هشيل الضوضاء وهنجرب تاني ونشوف بقى صوت التكييف هيطلع هيبقى طالع ولا مش طالع. Hi there. This is a test message with air conditioning in the background. Normally it'd be difficult to carry a conversation with someone as a result of. سحر يا جماعه احنا خدنا بالنا الصوت مفيش خالص حتى هنا برضك في الكتابه لو قفلنا مثلا وجينا نجرب الكتابه مثلا تايبنج تمام على الكيبورد. Hi there. This is a test message with typing in the background. Normally ناخد بالنا صوت الكيبورد طالع. طب انا مثلا هقفل الخاصيه ديت ونعمل بلاي تاني. Hi there. This is a test message with typing in the background. Normally it would be difficult. زي ما شايفين يا جماعه سحر برضه كنا في الاد افكت نفس الكلام لو اللي بيكلمك ده مثلا بيكلمك من مكان مغلق ولا حاجه وانت عايز تشيل صدى الصوت اللي بيجيلك منه هتفعل برضه الخاصيه بتاعه روم ايكو ديت وهتشيلها طبعا. تمام نيجي بقى لاحلى حاجه ويعني اجمد حاجه في الموضوع كله اللي هو الكاميرا تمام واللي انا بستخدمها ومعظم الناس اللي يعرفوا البرنامج ده بيستخدموها. لو ناخد بالنا يا جماعه انا اكيد طبعا الباك جراوند ورايا اكيد المفروض مش يعني انا مش قاعد في الصحراء ولا في الجبال الهيمالايا ديت والحاجات دي كلها. طيب مبدئيا بس الاول انا هنا بختار الكاميرا بتاعتي تمام وبعد كده بيجي هنا ممكن اختار الالوان بتاعه الكاميرا واحدد في الالوان بتاعه الكاميرا واعمل كل اللي انا عايزه تمام كده وهنا بختار الكواليتي بتاع الكاميرا والكلام ده كله. طيب في بقى هنا الليله كلها في الموضوع ده هنا يا جماعه في الباك جراوند ريبليسمنت ديت تمام هو هنا بيقول لك ان انا اغير لك الباك جراوند الطبيعيه بتاعتك بحاجه ثانيه. فانت مثلا عندك ايه عندك هنا لو اخترت هنا كده ممكن تختار اي صوره تمام وتحطها في الخلفيه وراك صوره الجبال دي مثلا انا مختارها تمام. لو اخترت اي صوره مثلا صوره الويندوز دي مثلا وعملت له اوبن كده هنلاحظ الصوره اللي بقت ورايا بقى صوره ايه الويندوز دي تمام. وعلى فكره انت ممكن تختار فيديو كمان يعني انت ممكن تختار فيديو يبقى شغال وراك انا هوريها لكم برده هجربها لكم. عايزين بس اي فيديو حاجه دي مثلا كده يعني ناخد بالنا في ورايا فيديو شغال تمام. فانت ممكن تحط وراك صوره ممكن تحط وراك فيديو تمام كده ممكن بقى تعمل فيديو لاي منتج انت بتعمل عنه الكلام اي حاجه براحتك بقى تمام. طيب في حاجه تانية في اللي هو ممكن هنا تختار لا مش ديت انا اسف ممكن تختار مثلا هنا ايه اللي هو يشيل لك الباك جراوند خالص يبقى وراك اسمر تمام. انت مش عايز تحط وراك اي حاجه خالص بقى لا صوره ولا فيديو ولا اي حاجه انا عايز ورايا يبقى اسمر بس تمام كده. في اللي هو البلور في يبقى ورايا بلور كده تمام وهنا ممكن ازود البلور بتاع الحاجه اللي ورايا تمام او اقللها طبعا تمام كده براحتك ماشي. ففي بقى احلى حاجه كمان الاوتو فريم. الاوتو فريم دي يا جماعه هو بيتتبع حركه وشك. لو ناخد بالنا انا هاجي له مثلا كده الاقي الكاميرا اتحركت جت معايا. طب انا جيت له مثلا كده الكاميرا اتحركت معايا واخدين بالكم من القصه. فدي مثلا لو انت بتتكلم ودايما بتروح هناك مش عارف ايه او انت في اسلوب المحتوى بتاعك بتروح هنا وهنا وهنا الحاجه دي هتفيدك جدا طبعا تمام. فدي بالنسبه للكاميرا. في برضو هنا حاجه في الفيديو نويز ريموفال دي لو انت مثلا الفيديو بتاعك كواليتي الكاميرا بتاعتك مش عاليه قوي وبيبقى في نويز على وشك او الكلام ده كله هو هنا يعني بتختارها بتفعل الحاجه ديت وتختار السترونج تمام بيبقى الموضوع افضل. فبس فده كان شرح النهارده. معلومه برضو عايز اقولها المفروض البرنامج ده يا جماعه مش اي حد هيستفيد بيه اللي بيستفيد بيه بس الناس اللي عندهم كروت ار تي اكس من انفيديا طبعا هم اللي يقدروا ينزلوا البرنامج ده. طبعا هسيب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف اللي عايز يحمله يحمله ويجربه. طبعا البرنامج جميل جدا ومساحته مش كبيره على ما اعتقد يعني. وبس كده ودي كانت نهايه الحلقه. لو عجبك الشرح ما تبخلش عليا باللايك وتعمل شير للصفحه بقى لو انت بقى عندك اي حد صاحبك يوتيوبر ستريمر الكلام ده كله شغل له الفيديو وقول له بص العظمه اللي انفيديا عاملاها ديت تمام كده. فبس يعني زي ما قلنا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت مش مشترك فعل زر الجرس. ولو واجهتك اي مشكله وعندك اي استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليك طبعا. ولو انت حابب عندك اي برنامج معين او عندك حاجه معينه عايزني اتكلم عنها او اشرحها اكتبها لي في الكومنتات وانا هشرحها لك ان شاء الله. وبس كده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.